ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة. أهلا بك أستاذ محمد. استمعت إلى بعض من كلمات الرئيس المصري الذي جاء في أثناء تخريج دفعات من الكلية الحربية المصرية، والذي خصص معظمها حول القضية الفلسطينية. هناك العديد من الرسائل في هذه الكلمة، كيف قرأت هذه الرسائل؟ مساء الخير على حضرتك، والتحيات لك للسادة المشاهدين والقناة الإخبارية في كل دول العالم. رسائل حزمة رسائل بالغة الأهمية خرجت اليوم عاد جديدة من الكليات العسكرية، الذي تزامن مع احتفال الدولة المصرية ذكرى 50 لنصر أكتوبر، وجمع الماضي بالحاضر. كان فيما يتعلق بالجيش المصري بالنصر الذي تحقق في أكتوبر، وتخريج أجيال جديدة من القوات المسلحة من ضباط الجيش المصري، كان هذه أول رسائل المهمة التي استند عليه رسائل هذا اليوم الهام، الذي كان دور رسائله كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي جاءت معبره ومؤذيه، وعلى قدر ما كان ينتظر منه الشعب المصري والشعب العربي. جاءت الكلمات عاكسه لمشاعر المصريين والعرب التي يعني انفعلت خلال الايام الماضيه تأثرا بما يجري للأشقاء الفلسطينيين. جاءت الكلمات مكملة لرسالة أو عاكسة أيضا لرسالة مصر الدائمة والمستمرة والمطبقة، بأن مصر دولة سلام تسعى إلى السلام في المنطقة وتسعى إلى أمان واستقرار كافة شعوب العالم. هذا قضى مصر تضطه لنفسها منذ أن أعلنت أن أكتوبر هي آخر الحروب، ورغم أنها دولة داعية للسلام إلا أنها دائما تحرص على أن تحفظ قوتها التي تضمن لها الأمان وتضمن لها حدود آمنة مستقرة. وهذه رسالة متزنة وحكيمة، وما تكون هي الأفضل من بين كل رسائل وخطب وكلمات التي انطلقت من زعماء دول كثيرة في العالم. الرئيس عبد الفتاح السيسي إذا وضعنا كلماته اليوم في مقارنة مع كل ما قيل خلال الأسبوع الماضي من أكثر من زعيم دولي كبير وقائد ورئيس دولة، سنجد أن الكلمات كانت تحمل قدر كبير من الحكمة والاتزان والحرص على مصالح الشعوب وأمنها واستقرارها. وليس الشعوب العربية فقط، الرئيس تتحدث عن السلام في العالم أجمع، هو رجل سلام وداعية سلام حقيقي وصادق، وكلماته اليوم من منطق القوة ومن مكان القوة من وسط الجيش المصري والشعب المصري بعث بكل رسائل السلام والحكمة، وقد كان خطابا موفقا إلى أبعد مدى. نعم. وأعتقد أن استقباله في سائر دول العالم جيد جدا، وتفاعل معه الشعب العربي بشكل إيجابي كبير، وبالطبع المصريين في مقدمة من استقبل هذا الخطاب برضا وسعادة وحماس وقناعة بما قاله الرئيس. نعم. المصري، لكن أيضا هناك تحذير من الرئيس المصري هناك سعي دؤوب للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها وإلى تصعيد ينحرف عن هذا المسار، وهو بتحديد مسار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية. تحذير ربما شديد هذه المرة نتيجة لدعوات كثيرة بألا يكون هناك دولة فلسطينية في الأساس، بألا يكون هناك قطاع غزة. حقيقة طبعا الرئيس المصري كرر معاني أعلنها خلال الأسبوع الحالي من أزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. مسألة أننا في منعطف خطير يتعلق بالقضية الفلسطينية، مسألة أن ما يجري وبعض الكلام عن قتل أو توطين الفلسطينيين في سيناء هو نزع للقضية الفلسطينية وتدمير لها وإنهاء وقضاء عليها. كلماته كانت دالة وعاكسة، أشار إلى أن مصر تستضيف 10 ملايين 9 ملايين
من الضيوف ولم يسميهم لاجئين بل سماهم ضيوف على مصر، ولا مانع من أن تستضيف أكثر من ذلك، فليست هذه هي المشكلة. مسألة دخول الفلسطينيين إلى مصر في السياق الذي يجي يعني تصفية القضية الفلسطينية، وهو هدف لا يقبله ولا يرضاه لا المصريين ولا الفلسطينيين، وهو يحذر من يعني كلمات دالة ومحذرة من الانسياق وسط مواقع مثل هذه الطروحات التي يطلقها البعض بدون علم وبدون وعي وبدون إدراك لخطوات ما يفكرون له وما يواجهون له، وهذا أمر لا يليق وغير مقبول. تحذيرات الرئيس المصري أيضا طالت مسألة التصعيد المستمر والحرب التي بلا هدف، وله كلمات دالة أن الحروب التي لا تنتهي بالسلام أو لا تنتهي بالتفاوض لا يعول عليها ولا فائدة لها، حروب صفرية تهدم الشعوب ولا تفيدها بأي شكل من الأشكال. طالب رئيس بشكل صريح في كل كلماته بتوفير يعني الأمل للشعب الفلسطيني في هدنة، في ممرات آمنة لنقل المساعدات الإنسانية. أعلن بشكل صحيح أن سعي مصر للسلام لا يعني بأي شكل من الأشكال تخليها عن الشعب الفلسطيني، بل يحتم عليها مساندة الشعب الفلسطيني ودعمه في كل مواقفه وفي كل أدماته، وهذا ما يحرص عليه دائما وبتحرص عليه مصر سواء في عهد رئيس عبد الفتاح السيسي أو في كل العهود السابقة الفلسطينية منذ أن انطلق الصراع العربي الفلسطيني، الصراع الفلسطيني أسف العربي الإسرائيلي، الكثير والكثير من التضحيات ومن الجهود. نعم أستاذ محمد، هناك أيضا كان تطرق في هذه الكلمة إلى الظروف الإنسانية وما يعانيه الأبرياء في هذه الحرب من النساء والأطفال وغيرهم، وهناك أيضا استعداد مصر لاستقبال أي مساعدات، خاصة بأنها أكد على أن معبر رفح لم يغلق للحظة واحدة وإنما مفتوح وسيبقى مفتوحا لإيصال هذه المساعدات، وأيضا ستكون هناك طائرة مساعدات أردنية ستصل إلى مطار العريش. مدى أهمية تأمين الممرات الآمنة، إلزام المجتمع الدولي إسرائيل بأن تترك هذه الممرات آمنة لكي تصل المساعدات، دور مصر في هذا الأمر تحديدا كذلك؟ بالفعل اليوم وزارة الخارجية المصرية أعلنت بشكل صحيح يعني آلية إيصال المساعدات وكثفت من مناشدات المجتمع الدولي لدعم الشعب الفلسطيني في أزمته وفي محنته الكبيرة التي يمر بها. أعلنت أن مطار العريش هو ما المكان الذي يستقبل كل يعني الدعم الذي بعض الدول وخاصة العربية وفي مقدمتها كانت المملكة الأردنية الهاشمية في مقدمة هذه الدول اليوم. أعلنت بشكل صحيح منعا أو يعني وقفا للشائعات وما يروج عن معبر رفح أن المعبر لم يغلق نهائيا طوال الأيام الماضية، لكنه تم تدمير بعض أجزاء منه في الجانب الفلسطيني، ودعت إسرائيل إلى التوقف عن القصف المعبر بأي شكل من الأشكال كي يتمكن الجانب الفلسطيني من فتحه كي يتم التنقل ونقل المساعدات سواء المساعدات الإنسانية أو المساعدات الطبية أو نقل الجرحى. سيارات الإسعاف المصرية موجودة على الجانب المصري، وكالعادة دائما في مثل هذه الأدمات وفي مثل هذه التصعيدات تقوم بنقل الجرحى والمصابين الفلسطينيين إلى المستشفيات المصرية سواء في سيناء أو في القاهرة أو في الإسماعيلية أو في أي من المدن المصرية المتاحة فيها أو المتوفر فيها سبل العلاج لأشقائنا الفلسطينيين. هذا يعني لا يتم هذه المرة فقط، ولكن يتم طوال المرات السابقة التي حدث فيها تصعيد واعتداءات من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أشقائنا في غزة أو في أي من المدن الفلسطينية. هناك أيضا اتصالات مستمرة ما بين الجانب المصري وعدد من الدول، منها اتصال تلقاه الرئيس المصري من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وتناول العديد من الأمور. هناك أيضا ربما لقاء أو زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى عدد من العواصم العربية، والحديث يتطرق إلى القاهرة والسعودية وأيضا قطر
بالإضافة إلى الإمارات لمحاولة حل هذه الأزمة. وبالحديث يجب أن نربط زيارة بلينكين إلى تل أبيب وما قاله من تصريحات تدعم الموقف الإسرائيلي، فكيف سيكون الموقف المصري مع وزير الخارجية الأمريكي بعد تصريحاته في تل أبيب؟ الحقيقة التصريحات بالطبع كانت تصريحات يعني منحازة بشكل غير مسبوق في تاريخ العلاقة ما بين إسرائيل وأمريكا أصلا. يعني الحقيقة لا سواء الخطاب أو كل رسائل الصادرة عن رئيس جو بايدن أو حتى عن وزير خارجيات اليوم في إسرائيل كلها رسائل مزعجة وتثير القلق من انحياز كبير جدا من الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بشكل مبالغ فيه حتى، يعني أدهش العالم و يعني قل ما توصف بها أنها تصريحات سلبية وغير مشجعة ولا تتفق مع سياسة أمريكا السابقة التي كانت راعية للسلام وكانت دائما ما تسعى لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. الاتصالات المصرية مستمرة طوال الأسبوع سواء على مستوى الرئاسة أو على مستوى الخارجية المصرية، ورئيس أعلن حتى في كلماته اليوم أن مصر على استعداد تام للوساطة بدون قيد أو شرط، وأعلن بشكل واضح أن مصر لا تقبل قيد أو شرط في مسألة الوساطة كي لا يتخيل طرف من أطراف الأزمة كويس أنه يعني سيشترط على مصر شيئا كي تتدخل أو تتوسط في التهدئة أو فيما يلي ذلك من أمور تتعلق بتحسين الأوضاع لأشقائنا الفلسطينيين في غزة. وهذا التصريح ويعني يستبق زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة التي أعلن عنها اليوم، وهي زيارة كما أوضحت حضرتك للسعودية ولقطر، وأعتقد أنه يعني يسعى إلى ترويج وجهة النظر الإسرائيلية بشكل واضح التي تحمل قدرا كبيرا من المبالغة ولي الحقائق والتزييف، وقد يعني تناقلتها وسائل الإعلام العالمية بتشكيك كبير فيما يقال وفيما صحته. لقد يعني استند وزير الخارجية في مؤتمر الصحفي مع يعني إلى 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 قصص خيالية لا أصل لها، واستند في يعني المبالغة الأمريكية في الدعم لإسرائيل على يعني توصيفات لا تليق ولا محل لها في الواقع، وربما يعني هذا يعكس استمرار يعني الانحياز الغربي اللي بدا واضحا كجزء من تغيرات عالمية ارتبطت بما جرى خلال العامين الأخيرين في العالم. وقد يكون ما يحدث في الشرق الأوسط هو جزء من نتائج ما يجري في العالم من قطبية جديدة تظهر بزعامة أمريكا وحلفائها الغربيين وتنامي الدور الروسي والصيني. كلمات الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته عن وجود حاملة الطائرات الأمريكية في الشرق الأوسط والدعم الكبير لإسرائيل هو وجود رادع لأي قوة قد تتدخل لقلب موازين الصراع في الشرق الأوسط، وهذا ربما يكون انعكاسا لما يجري في العالم من اشتعال لمناطق الأزمات سواء على مستوى الأزمة الأوكرانية أو المنافسة المشتدة ما بين أمريكا والصين في آسيا، كلها أمور قد تكون مرتبطة ببعضها ونتاج لحالة الصراع المقدة ما بين قطبي العالم الجديد. ربما أيضا أستاذ محمد كان هناك تحذير مصري لأكثر من مصدر وأكثر من طرف عن فكرة هناك محاولات لإفراغ القضية الفلسطينية من مضمونها، محاولة لإنهاء الوجود الفلسطيني في عدد من المناطق ومنهم قطاع غزة، وهو ما يفسر القصف الشديد المتكرر لعدد من المناطق بعينها من أجل تهجير سكانها إلى مناطق أبعد أو إن إخلاء هذه المناطق. برأيك كيف يمكن مواجهة هذه الدعوات بإفراغ القضية من مضمونها، وليس فقط القضية بل سكان المناطق من مناطقهم؟
طيب خلينا في الأول نتوقف أمام القصف الشديد ومغزاه وأهدافه. القصف الشديد هدفه هو التطويع والإرهاب في المقام الأول، هدفه هو إجبار سكان أكيد أنه بنتكلم عن قطاع غزة والمخيمات الموجودة أو المخيمات الفلسطينية الموجودة فيه، يعني عملية إرهاب وتطويع كي ينزح سكانه إلى أماكن أخرى، ومنها ما هو يعني يسير حول سيناء في الآونة الأخيرة. الجزء الأهم من القصف الشديد المتصل العنيف الذي يمسه جيش الاحتلال هو محاولة تمهيد الأرض كي تتمكن القوات الإسرائيلية مما ينتظره الجميع في العالم من اجتياح باري لغزة، وهو أمر بدأ يعني من طول انتظاره محل شك ومحل استفهامات ربما لكلفته الغالية على جيش الاحتلال الإسرائيلي ولصعوبة اتخاذ هذا القرار. ربما هذا ما يدفع رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية للبحث عن تحالفات انتخابية وحكومة يعني مضحاب كما توصف في وسائل الإعلام. كل هذا يعني دلالات القصف. أما على مستوى الاستراتيجية الإسرائيلية فهي ليست بجديدة. إسرائيل قامت كمشروع من قبل عام 48 ومن قبل إعلان دولة إسرائيل على هذه الفكرة، على تطويع السكان وتوضعهم قصرا من أراضيهم. هذا ما فعلته مع الأراضي الفلسطينية فيما قبل 48 وماذا تفعله بعد عام 48 وحتى اليوم، ومستمرة في ذلك في كل شبر في فلسطين. تقوم بتطويع السكان وإرهابهم بكل الأشكال، وهناك مجادر ومذابح كثيرة عبر تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي مارستها إسرائيل كي تجبر سكان الأراضي على تركها وهجرها، وهو ما تحاول اليوم إعادته واستنساخه في تجربة قطاع غزة. ظني أن الشعب الفلسطيني الذي تحمل كل هذه السنوات من المعاناة وتحمل كل الآلام وتحمل كل الوحشية الإسرائيلية متشبس بأراضيه أكثر مما سبق، والغزاوية متشبسين بأراضيهم ولن يتركوها ومدركين تماما الفخ الذي تروج له إسرائيل وبعض أذنابها في المنطقة وفي العالم من محاولة تسريب هذا المشروع الشيطاني الذي يعني يعود إلى زمن قديم. مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء يعود إلى ما بعد 67 وهزيمة العرب في 67 ويتجدد بين الحين والآخر، يعني أكثر من ما تحاول إسرائيل طاح هذه الفكرة وطاح هذا التصور، وهو تصور مرفوض من المصريين والفلسطينيين دائما، وهو ما رفض مرارا وتكرارا من قبل الحكومات المتعاقبة في مصر، ليس فقط الحكومة الحالية وإنما الرؤساء المصريين السابقين أيضا أكدوا أن لا مجال في الحديث عن سيناء. هنا سؤال مهم، ربما منذ قليل أوردنا خبر عاجل يفيد بأن وزيرة الإعلام الإسرائيلية تعلن استقالتها من منصبها، هل نقرأ في هذه الاستقالة بأن هناك خلافات داخلية تستعر في الحكومة الحالية وأن البعض لا يوافق على ما تقوم به، ليس فقط في هذه المرة أستاذ محمد وإنما أيضا على مدار الأشهر الماضية، خاصة وأنها تأخذ منحنا متطرف أو يوصف بالأشد تطرفا؟ الحقيقة الاستقالة وزيرة الإعلام قبل وقت قليل وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق لبيد كلها برفضوا أن نشارك في حكومة فيها مع نتنياهو آخرين من الوزراء، وتأخر يعني تشكيل حكومة جديدة أو نتنياهو. كل هذه الأمور يعكس على التخبط ليست وليدة اليوم ولا وليدة طوفان الأقصى الإسرائيلية منذ أن تولى نتنياهو قبل أقل عام، وهي يعني محاصاة بالمظاهرات والهموم الداخلية والمشاكل الداخلية التي كانت دائما ما تحاول أن تهرب منها على جثث الفلسطينيين، وتحاول اختلاق أزمات من بدفع المتطرفين وبعض المستوطنين لإصارة المشاكل مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والتصعيد والعام مليء بالشهداء الفلسطينيين
والجرحى والمصابين نتيجة هذا التصعيد المستمر. هذه الحكومة حكومة نتنياهو وثقت في الغرب وليس في الشرق بالمناسبة بأنها أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا، وهذا وهذه الحكومة وتطرفها وتصعيدها المستمر واستفزازاتها المتصلة للشعب الفلسطيني وتعطشها الدائم لتغطية فشلها الداخلي والتظاهرات الدائمة ضد هذه الحكومة هو ما أوصلنا إلى هذا الحافة الخطأ التي يقف عليها العالم أجمع، وليس منطقة الشرق الأوسط وليست فلسطين ولا إسرائيل. حتى ولا أستاذ محمد لم تستجب إلى تحذيرات جو بايدن الرئيس الأمريكي في وقت من الأوقات والذي حضرها مما تقوم به من سياسات بأنها ستفجر الوضع. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.